دبابات تركية اتخذت مواقع على تل يطل على بلدة عين العرب كوباني سوريا الحدودية المحاصرة عقب سقوط قذائف على الأراضي التركية واحتدام القتال في المدينة الواقعة بمحافظة حلب شمالي سوريا بين تنظيم الدولة الإسلامية وفصائل كردية. الحكومة التركية ستقدم يوم الخميس المقبل مشروع قانون للبرلمان يجيز استخدام القوة في سوريا. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عبر قائلا: هناك ثلاث خطوات هامة يتعين علينا اتخاذها، من بين هذه الخطوات خلق منطقة حظر جوي والحفاظ على أمن منطقة حظر طيران. ثانيا، ينبغي إنشاء منطقة آمنة داخل سوريا. ثلاثون دبابة على الأقل، بعضها مزود بصواريخ، تمركزت قرب قاعدة عسكرية تركية شمال غربي عين العرب تحسبا من الهجوم الذي يشنه التنظيم. 150 ألف لاجئ من سكان كوباني عبروا الحدود إلى تركيا في الأيام القليلة الماضية. تعاني المدينة نقصا حادا في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.